10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة وانطلاق مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصد ثلاث نقاط مهمين. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات. للصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم الأهلي السعودي أمام بيرسوبليس الإيراني ضمن مباريات الجولة الأولى ودوري أبطال آسيا للنخبة. المباراة على استاد الأمير عبد الله الفيصل. توقيت المباراة مساء اليوم الاثنين في 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والسابعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. المباراة منقولة على SSC سبورت 1 HD والمعلق فارس عوض، SSC سبورت 1 HD والمعلق عبد العزيز الصبر، وبين سبورت AFC 3 والمعلق حفيظ دراجي، والكاستن والمعلق سمير المعريفي، والقناة الرابعة بلس 1 والمعلق محمد قيس، وأبو ظبي الرياضية آسيا 1 والمعلق محمد الشمسي. وانتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل ثلاث نقاط مهمين، ومنافسات الجولة الأولى من القسم الغربي ودوري أبطال آسيا للنخبة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.